مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، نستعرض وإياكم الأحوال الجوية المتوقعة خلال أيام هذا الأسبوع. أجواء صيفية عادية في النهار من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء ولطيفة ليلا، لكن الأربعاء والخميس والجمعة تنخفض درجات الحرارة بإذن الله. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع مشاهدينا. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد، يوم الأحد أجواء صيفية عادية، درجات الحرارة قريبة من معدلاتها هذا أثناء النهار، وأثناء الليل إن شاء الله أجواء لطيفة. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 34 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 30-31 العظمى والصغرى بحدود 20، المرتفعات الجنوبية 29-19 والأغوار البحر الميت 40-30 درجة مئوية وأجواء حارة، وأجواء حارة في العقبة 40-29، حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 34-21 وحارة في البادية الشرقية 38-23 درجة مئوية. ويوم الاثنين تبقى الأجواء صيفية عادية، تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها وهذا أثناء النهار ولطيفة إلى معتدلة ليلا. المناطق الشمالية 34 العظمى والصغرى 24، المرتفعات الوسطى 31-32 العظمى والصغرى بحدود 20، المرتفعات الجنوبية 30-19 والأغوار البحر الميت 40-30 أجواء حارة، وكذلك العقبة أجواء حارة 40-30 درجة مئوية، أجواء حارة نسبيا والعظمى بحدود 33-34 في البادية الجنوبية الشرقية والصغرى 21 وأجواء حارة في البادية الشرقية 39-23 درجة مئوية. ويوم الثلاثاء تبقى الأجواء كما هي، أجواء صيفية عادية نهارا لطيفة ليلا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 33 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 30-31 العظمى والصغرى بحدود 19، المرتفعات الجنوبية 30-19 والأغوار والبحر الميت 40-41 العظمى والصغرى بحدود 30 درجة مئوية وأجواء حارة، وأجواء حارة أيضا في العقبة 41-30، حارة نسبيا في البادية الجنوبية الشرقية 34-20 وحارة في البادية الشرقية 39-23 درجة مئوية. يوم الأربعاء انخفاض على درجات الحرارة، أجواء معتدلة أثناء النهار لطيفة أثناء الليل وحتى تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 31 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 28-18 والمرتفعات الجنوبية 28-16 والأغوار البحر الميت 38-28 والعقبة 38-27 وأيضا البادية الجنوبية الشرقية 31-19 والبادية الشرقية 37-21 درجة مئوية. أيضا يوم الخميس تبقى الأجواء معتدلة أثناء النهار، صيفية معتدلة نهارا وصيفية لطيفة ليلا، درجات الحرارة أقل من معدلاتها بقليل. العظمى المتوقع في المناطق الشمالية 31 والصغرى 23، المرتفعات الوسطى 28-20 والمرتفعات الجنوبية 27-16 والأغوار البحر الميت 36-25 درجة مئوية وأجواء مغبرة بالعقبة 36-26 والبادية الجنوبية الشرقية 31-20 والبادية الشرقية 37-21 درجة مئوية. يوم الجمعة أيضا استمرار الأجواء الصيفية معتدلة نهارا لطيفة ليلا، تميل قليلا إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 30 والصغرى 22، المرتفعات الوسطى 26-19 والمرتفعات الجنوبية 27-16 والأغوار البحر الميت 36-26 درجة مئوية و
والعقبة أجواء مغبرة 36 إلى 27 والبادية الجنوبية الشرقية 30 إلى 19 والبادية الشرقية 35 إلى 20 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع